هنعمل كريب الطمط، عبارة عن كريب جاهز. الكريب طبعا احنا عارفين بيتعمل ازاي، كوباية دقيق مع كوباية لبن مع بيضة، ولو حلو بنحط فانيلا مع سكر. خلاص مقادير بالظبط هتبقى عندكم على الشاشة، وزبدة وتمر من غير بذر، قرفة، مهلبية جاهزة. المهلبية جاهزة عبارة عن لبن ونشا، وممكن نحط عليها فانيلا، صوص كراميل، كريم شانتي. هنعمل حاجة شبيهة بتورتة الكريب، حاجة شبهها كده. هنحط ايه بقى؟ هنحط زبدة كده، اكلة برضو من الاكلات الشتوية. هنحط كده التمر، نقطعه بس ايه عن كده شوية، وهنرش عليه رشة قرفة بس، ونحطه كده على النار يسيح، الزبدة تسيح والتمر يلين شوية وياخد معاه القرفة. خلاص كده هجيب بقى هنا انا الكريم شانتيه، وهجيب المهلبية واقلبهم كده على بعض، بس يعني عايزه اقلبهم بطريقه اهو من تحت لفوق كده، من غير ما ايه يعني ما اضربهمش جامد كده، لا يعني يا دوبك بس الكريم شانتيه يدخل جوه المهلبيه بس. خلاص هجيب بقى كده الطبق، وهجيب الكريب واحط كده، نحطها كده دي بقى اللي نحطها كده ايه عكس كده. شايفين انا كل الطبقات حطها بالظهر عشان بتبقى قطرة، بس هي كده خلاص بقت جاهزة. ممكن نزوقها بكريم شانتيه، نحط عليها ايس كريم اللي انتوا عايزينه.